تقديماً لمزيد من التسهيلات في إطار مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، بات العزل الصحي المنزلي الاختياري متوفراً للحالات القائمة، وذلك وفق عدد من الضوابط، وهي ألا يزيد عمر الشخص عن 60 عاماً وألا يعاني من مرض مزمن، توافر غرفة خاصة بمقر السكن مع دورة مياه منفصلة، خلو الشخص من أي أعراض للفيروس أو ظهور أعراض طفيفة عليه فقط مع عدم وجود مرضى نقص مناعة في المنزل، إمكانية التواصل مع الفريق الطبي إلكترونياً خلال فترة العزل المنزلي الاختياري، اتباع اشتراطات وضوابط العزل الصحي المنزلي. كما يتوجب على كل من سيخضع للعزل الصحي المنزلي الاختياري اتباع الإرشادات التالية: عدم مخالطة الآخرين، عدم مشاركة الأدوات الشخصية ومنها أدوات الطعام، الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، لبس الكمام عند الخروج للحالات الطارئة، التخلص من المخلفات بكيس منفصل وعدم إضافته لمخلفات المنزل إلا بعد مرور 72 ساعة، علماً بأنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المخالطين الساكنين بنفس المنزل، وسيعاملون وفق الإجراءات الموضوعة للمخالطين، كما أنه سيتم متابعة كافة الحالات القائمة بشكل يومي عن طريق أطباء المراكز الصحية ومن خلال استمارة الأعراض في تطبيق مجتمع واعي، وسيتم توفير المستلزمات الطبية من أقنعة، قفازات، معقمات والأدوات البسيطة في حال تطلب ذلك. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين.